بس ما اتحبسش بدالي، ما خربش في الإجزاز معايا، ما بلبعش البرشام عشان الضرب ما يودعش. أبوك ما طشش في مية البحر لما جاتنا الحمى، أبوك ما باش سنين في الموقف عريان في البرد والبرد يرصرص في دتته. أبوك ساعدني بس أنا كنت راجل قادر أحمي المكان اللي اداهولي. الرك عليك أنت، أما أبوك يموت أخواتك هيفحصوك تحت رجليهم بالدسم. خد أختي يا شحاتها، خدها على الله تقدر تحميها ولا تحمي نفسك. يا رسول الله يا حبيبي، يا رسول الله يا طبيبي، يا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله، وعلى العشاق تجلى أهلا أحبابي وسلى، ما قال لعاص كلا يا عطف رسول الله. يا رسول الله يا حبيبي، يا رسول الله يا طبيبي، يا رسول الله أجر. مش عاوزكم يا ولاد تفوتوا جمعة من غير ما تزوروا سيدنا. لو عندكم هم الدنيا تيجوا تنفضوها على بابه. مدد يا أهل البيت. اتأخرت كده ليه؟ كنت بأجر الموتوسيكل ده عشان أوديكي مطرح ما بتحلمي. ها؟ بتحلمي تروحي فين؟ نفسي أطول السما. يحصل، هطولك السما من أعلى حتة في مصر، نطلع برج القاهرة. وإيه كمان؟ نفسي أروح البحر. يحصل، بحر النيل أهو، مفيش أوسع منه. وإيه كمان؟ نفسي أروح أركب المراجيح في المول. يحصل، بس الأول نشتري بنطلون. على كل أنا عاشق، مين سمعك أنا عشاق، كان قلبي أنا البادي، مدام بنحب مش فراق، وإيه يعني لو العشاق في دوريك ما يزيدوني، وإيه يعني لو الدنيا دي تسعدنا ولو سعدني، وإيه يعني قوي من فوق. كنت احلى حاجه في مصر. عايزه اشوف سطحنا لو بيبان من هنا. يا لهوي كرم شافت. عينيك الحلوه شغليني لوحدك بس فين inside.
بنت الناس دي كلها؟ مش عارف، باين نسينا نجيب البنطلون أسود. الوصلة بتاعتك لسه خالصة يا مع عم حجاج. مستأذن منك يا كرم. ايوه عم حداد صح. ايه اللي في وشك ده يا بنت الكلب يا سايبة؟ ما انت لو ليكي رادل يا ربيكي ما كنتش عملت كده. قوم وقفي وقفي. انا ما عرفتش اربيكي ولا ايه؟ انا ما عرفتش اربيكي. كانوا بيمسكوا الصعايده في الشوارع، ولما الرئيس عبد الناصر رجع قابل وزير الداخليه في المطار قال له ها تحب نرجع الصعيد تاني ولا هتسمح لنا نقعد هنا؟ قام فهم او رجع الصعايده من تاني. صباح الخير يا ابو الحاج. صباح التكشير. مالك يا اخوي؟ شوف يا ابو الحاج، هلا هلا عداد جد، هلا هلا عليه. وان كان حبيبك عسل سد واستريح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت يرضيك يا ابو الحاج ان شحاته ياخد بيزا تطلع معاه وتسهر لوش الفجر؟ الناس تقول علي انا ايه؟ لو دي بنتك نضايح كنت ترضيت؟ لا عداك العيب يا كرم، احنا محقوقين لك. اكسبنا صلاه النبي. وبعدين ولا قابلين يا كرم؟ هنكتب كتابهم ونجهزهم ونجوزهم. ليك حاجه تاني؟ لا مش قبل مضمون حق بيسه في الدكان، قصدي حق شحاته يعني. فهمت. عاوزني اوزع ورثي قبل ما اموت يا كرم؟ عاوز عيالي يورثوني بالحياه؟ مقصودش يا ابو الحاج، انا بس عايزك في اكتب. قوم من قدامي، قوم. خد بس يا كرم، خد ياد يا كرم، خد تعالى بس ما تبكاش جرف. تعالى حب على راس ابوك الحاج. شوف قرار. الله الله على الدد والجد، الله الله عليه. واندلك الطوفان ما تلحسوش كله. ازاي يعني ده؟ على الحرام ما خليش حياته ده يلمس طرف دلبيت اختي اللي ام ابوك كتب له حقها في الدكان. فهمت؟ غلطان انا؟ لا معاك حق. تبقاش والد ابوك لما عملتش كده. هتشوف. بنت يا بيسه، بنت يا بيسه، اول ما النهار طلع قلت اجي اعرف عملته ايه ليله امبارح. يا مراري، هو الواد بدل ما يفسح ضربك؟ ده الحيوان كرم نكد عليا. الله ينكد عليه بعد احلى ليله شفتها في حياتي. الله ينكد عليك يا كرم يا ابن حواء وادم. ولا يهمك يا بت، قولي لي عملته ايه ليله امبارح؟ عملته ايه؟ قولي. نضيفه بس على الله العظيم على لحم مخ من الصبح. عايز كرم غداوه. حاضر يا عم كرم. ايوه الرئيس عايزك. عمر سعاده الباشا عايز 20 ميكروباص لمده الانتخابات بسواقين. ماشي يا باشا. العربيه بالسواق تعمل 200 جنيه في 20 يبقى 4000 جنيه في اليوم. ده عربون ويوم بيوم تاخدوا حقكم. ده وسعادتك عايز السواقين برخص ولا بدلاليب؟ لو البطائق متقطعه يبقى احسن. ويوم الانتخابات عايز 5 عربيات نقل كبار و10 عربيات نص نقل بميكروفونات. علم ونفذ يا سعاده الباشا. شرفت يا باشا، نورتنا. الف سلامه يا باشا. ايه الدمال ده؟ بس مش غريبه يعني انه يدي بنفسه في الحته المعفنه دي؟ هو مين ده يا عمي؟ ابو تريكه. صوت من اجل كفاح الدبلوماطيه، من اجل صراع الحريه، من اجل قتال الاخر. قول كلمتك في الحدث الجغرافي التاريخي. احنا شعب انتصر في حرب 73 سنه 6 اكتوبر. احنا شعب بيعمل المحشي يقول النكته. شعب طيب، شعب ولد حلال. رد الجميل، رد الجميل يا صاحب الفقر. الفقر غربه في الوطن، مالوش لا ظهر ولا تمن. يهلك ويشقى سنين ويدوب يجيب حق الكفان. ليه البلد محنية محنية شايل عذاب؟ مرهونة على زلزال. طب مين اللي قال ملها؟ ومين كان زملها؟ ومين واقف وياها وياها وقت المحن؟ ده فردت ونقدر نتجوز. ألف ألف مبروك يا عمي، وأول عيل هتطمئن البوز وأضربه بالشبشب. بقول لك إيه يا كرم، أنا عايزك تيجي معايا. أنا سايب المعلم حجاج طاير في الدكان.
تيجي نسترضيه كلمتين ونخلص الموضوع ده. بقول لك ايه يا عم كرار، قوم ورينا عرض كتافك وروح قول له كرم غبابي يقول لك ما عندوش.